انتمائك في بعض الأوقات بيأثر على آرائك؟ بص، لأ على قد ما أقدر، بس لأ دي ممكن تحتيها شرح، يعني إنه أنا أحياناً قبل ما بكون وجهة نظر بروح بفكر في وجهة النظر بتاعتي بناءً على المعطيات، ده قبل الهوى، وبعد كده بروح حاطط بكتب وجهة النظر دي وببدأ أحط وجهة النظر المخالفة ليها قدامي، فأبدأ أخد من الطرفين علشان أكون وجهة نظر كاملة. فلو وجهة النظر اللي أنا كونتها في الأول دي من غير وجهة النظر اللي قدامها كانت ليها علاقة بانتمائي اللي ممكن يكون موجود في وقت من الأوقات، ده بيفكرني، فبحاول إن أنا أوصل لرد بعد ما بكون حطيت وجهتين نظر قدامي. ده مش معناها إن رأيي لازم يعجب الناس كلها، لأنه هي مدام مجرد إن أنت قلت رأيك يبقى أنت كده رقم واحد ما بقتش محايد، لأنه الحياد هو إنك ما تقولش رأيك، ما يكونش ليك أي رأي. فمدام قلت رأيي يبقى أنا مش محايد، ومدام قلت رأيي بقى أكيد هيبقى في رأي آخر، فأنا ببقى متقبل جدا الاختلاف معايا في الآراء، وببقى ما عنديش أي مشكلة في الرأي المعاكس ليا. بس فالانتماء إن شاء الله ما بيأثرش على تكويني لوجهة نظري. هسألك سؤال وإجابته اختيارية. ممكن تجاوب أو لا. هاني حتحوت أهلاوي ولا زملكاوي؟ هجاوب، ما بشجعش حد. تعمدت مضايقة فرج عامر في الحلقة اللي انسحب فيها على الهوا؟ خالص، تعمدت إن أنا أسأل أسئلة من اتجاهات مختلفة، ده اللي أنا تعمدته، أنا وفريق العمل طبعا. هاني، في فويس نوت اتبعت لي من حد حبيبك قوي. يلا بينا نسمع. يلا بينا. هاني من الناس اللي هو عنده كتير من المميزات اقل بكتير من المشاوي، المواعيد عنده مش متظبطه 100%، يعني انت ونصيبك، يعني ساعات بتظبط انه يجي في ميعاده او يظبط مواعيده، وساعات لا، المواعيد مضروبه فيها مفك صعب جدا. الحاجه الثانيه ودي بقى معلومه خطيره جدا، انه هاني ما بيعترفش ان البنزين خلص في العربيه الا لما العربيه تقف، حقيقي. يعني ما بيعترفش بفكره العداد، العداد ان الشرطه كده اخر شرطه فكده البنزين خلص، لا ما بيعترفش بالكلام ده. طيب سمعت ايه تعليقك؟ اقول لك. طيب مبدئيا هو في 3 اجزاء في الفويس نوت، الجزء الاولاني منهم ان لو كريم رمزي شايف ان انا مميزاتي اكتر من عيوبي فكريم رمزي، وده بجد هو الشخص اللي بالنسبه لي بلا عيوب اساسا، يعني فهو كريم رمزي ده حب حياتي، اخي الذي لم تلده امي لاسباب كتيره قوي، منها يعني طبته وجدعنته، وانه بيفضل الناس كلها عليه، وانه جدع في شغله، وانه شاطر في شغله، حاجات كتيره قوي، فبحبك جدا يا كريم. اما الجزء الاولاني انا فاكر طبعا الموقف ده، كان عندنا ايفنت في السويس، وانا اللي فضلت مصمم انه لا، ولا انا هسوق ولا انت هتسوق، وخلاص هم هيبعتوا لنا عربيه، وكان ساعتها التليفون انا عملته سايلنت، نسيت ان انا افك السايلنس، وبعد كده رحنا يعني فضلت برضو مصمم ان احنا هنروح بعد ما صحيت. بعد كده بصينا بصه مصطفى قمر وهاني سلامه لبعض بتاعت فيلم اصحاب ولا بيزنس دي، اللي بيبصوا لبعض كده، ورحنا قايلين طب ما تيجي نروح نفطر، فروحنا فطرنا في مول مصر. انا بصراحه مؤخرا، ودي بصراحه دي معلومه لازم الناس تبقى عارفاها، انا مواعيدي طول عمرها كانت وحشه، بس بعد ما اتجوزت بقت، مش بعد ما اتجوزت، بعد ما ارتبطت اساسا بعليا مراتي مواعيدي اتظبطت، لان هي ظبطتني، لان هي كانت بتقفش جدا جدا، اكتر حاجه بتقفش عليها في حياتي هي لما مواعيدي بتبقى مش مظبوطه عليها، او لما تبقى مستنياني كتير، فانا مواعيدي بدات تتظبط، رغم ان الهوا نفسه ما عرفش يظبط مواعيدي، يعني من ساعه ما بدات شغل وانا برامجي كلها هوا، وبرده مواعيدي ما كانتش تبقى كويسه. اما بالنسبه للموقف الثاني فدي حقيقه ما عنديش اي رد عليها، انا البنزين مهما طلعت لي علامه البنزين، ومهما اتقال لي 100، ومهما بقت 50 كيلو متبقيه، 15 5 0، بفضل ماشي بعد الصفر وانا مش فاكر ان هي نورت، وان هي قالت لي، وان كل ما اقفل العربيه وافتحها تروح عامله لي الزماره. ده ليه اسباب مختلفه، رقم واحد ان العربيه بقى لها كتير عايزه تتعمل لها صيانه، وانا كسول جدا في عمل الصيانه، غير ان هي بقت غاليه قوي الصيانه، فبالتالي بقت تعمل اصوات لاسباب مختلفه، فانا بنسى ان الصوت ده بسبب ان البنزين خلص. اتعرضت لاكثر من مره للايقاف، هل هاني حتحط دلوقتي اصبح اكثر هدوءا؟ ممكن، لانه برضو احيانا انت طبعا على طول الخط بتنضج تدريجيا،
ممكن يكون في اسباب انا لما قعدت احلل مع نفسي كده لقيت انه لو كنت عملت كذا بنفس يعني بنفس الموقف لكن بطريقه مختلفه او بتفكير اكتر كانت ممكن تبقى النتيجه مش ايقاف. يعني ده مش معناها ان انا شايف ان الايقاف كان مستحقا على فكره لانه خلوني ساكت لكن 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 انا طبعا الواحد بينضج وبعديها بيعرف يتعامل اكتر بنفس المواقف لكن باساليب اكثر نضجا على قد ما يقدر. ده مش معناه ان انا مش هتوقف تاني، انا ممكن اتوقف تاني عادي، لكن فلما توقف تاني ما تقولوش ان انا مش ناضج، لكن ممكن اكون ناضج واتوقف عادي. بنظره الاعلامي شفت ازاي اللي عمله مهيب عبد الهادي مع الياس الجلاصي؟ مهيب طبعا زميل عزيز وليه يعني خبره طويله جدا، لكن الموقف طبعا ده في حد ذاته موقف يعني خاطئ، قد يكون وده مش مبرر، قد يكون هو كان قاصد الدعابه زي ما هو قال. ممكن احيانا الاحداث بتقود الى كده، لكن ده لا يعفيه من المسؤوليه ولا يعني ان الموقف ده مش خطا، هو خطا طبعا اعلاميا خطا كبير. اذكر لي 5 اعلاميين رياضيين مميزين في مصر. اوكي، هم يعني اكتر من 5 لكن هختار 5: كريم رمزي، ابراهيم فايق، كابتن احمد شوبير، كابتن مدحت شلبي. ده اخر واحد فلازم اختار بجد. مين؟ كريم خطاب. هل هاني حتحوت رفض قبل كده استضافة شخص معين؟ مين؟ مش فاكر، بس حصلت كتير لأسباب كتيرة يعني. اذكر لي مرة من الكتير. يعني في يعني في مثلا شخص اعتاد ان هو يتجاوز في حقي، وفي وقت من الاوقات كان يعني كان هو ممنوع من انه يظهر، او مش ممنوع من انه يظهر يعني ما كانش فيه مساحة انه يظهر يتكلم، الا المساحة اللي انا بقدم فيها البرنامج، فهو طلب انه يدخل انه يبقى ضيف عندي في البرنامج، فانا قلت لا، لانه في الاخر برضو احنا انا بني ادم يعني، اولا انا مش محتاجه ومش هيضيف حاجه للبرنامج اعلاميا، ثانيا يعني لازم الواحد يبقى عنده شويه احساس يعني. انت بتشتمني طول عمرك، فدلوقتي انت عايز تظهر من خلالي لمجرد ان انت انا 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 فير، وده ممكن يبقى على فكره يعني مش صح ان انا اقوله، بس ده اللي حصل، فانا مثلا دي حاجه رفضتها بكل هدوء يعني، قلت للي قال لي انه مش هينفع. بس دي حاجه هو مين؟ لا مش هقدر، مش هينفع. أوكي. لانه ده يبقى خناقه، وهي انا ما فيش اي حساسيات يعني. اغنيه انت حبيبها بتحب تغنيها حافظها؟ انا ما اعرفش انت حافظ ايه. اوكي هغني، بما انك انت اللي فكرتني يعني بان انا كنت لسه بغني امبارح، فغني اغنيه عم الطبيب لعمرو دياب. عم الطبيب جنب الشمال ده بتجيله شكة، من حالي طول الليل بتشكى، عرى وكشف شاف الهموم، بص بأسف وقال لي قوم، ما تروحش يا ابني الطبيب يطبك، انت علاجك حبيبي يحبك، ما تروحش يا ابني الطبيب يطبك، انت علاجك حبيبي يحبك. عم الطبيب. وانا عارف ان صوتي مش حلو، بس انا بحب اغني. اخر سؤال معايا، كام واحد قال لك ان صوتك سيء جدا؟ كل الناس اللي حواليا ما عدا ماما. ماما اي حاجه انا بعملها بتقول لي ان هي حلوه، ف تمام.